مش دودة الكاميرا. ماشي مشكل. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشر، معكم من مدينة سنا. اليوم عندي واحد القصة اللي هي قوية وصادمة، لهذا الزوج اللي كان محكوم عليه ب4 سنوات، من بعد من خرج من السجن لقى الزوجة ديالو حملات مع صديق ديالو. اليوم جينا باش نعرفوا المعاناة ديال الزوج اللي عنده 2 وليدات، وهو دابا تاب الله وشد طريق الله وبغي يعني بغى يرجع للاسره ديالو بخير وعلى خير، ولكن من خرج من الحبس تفاجئ وتصدم بهادشي اللي وقع. ودابا الزوجه ديالو راه ولدات مع الصديق ديالو، واليوم جينا باش نعرفوا المشكل وكيفاش وقع. تفضل. السلام عليكم خوتي، انا مدمر كاع، سميتني قاضي هشام مقب كاشي خوتي. طايب حبس قهر حبس، وهاد المرأة تمرهتني هي وهاد صاحبي، هذا نحكم برا سنين وتقاتلي صاحبات ليا مع صاحبي، وما على باليش انا بالحبس ثاني، وكتجي عندي الزيارة وهي حاملة وانا ما على باليش، كاين موظف يشهدوا ليا بهاد الأدلة هادي. وخرجت قالت لي راه ولدتو من الزنقة، قالت لي راه عاشق وشنو شنو شنو وقع، قالت لي ولدتو من الزنقة، قالت لي ماشي مشكل ديرنا نسترو كيما انت وقفتي معايا حنا نقعد معاك نسترو داكشي في سبيل الله، دير امك وجي العيلة نروحو نعيشو بعضياتنا. داكشي اللي دار فيا هي بقى لي واحد البلان بوحدها ما فهمتوش انايا، كان فهمتو دابا ملي رجعت معايا شافني على داك الشارع على داك الشيكاي ديال الاولى وهذا قطعتها صافي رجعت الامور بعد واحد الفترة قليلة المدة ديال شهر بحال هكاك. سير انا قلت الفراش ما تبغيش تشاركو معايا، الفراش تاع بيت النعم ما تبغيش تشاركو معايا، شنو هو هذا؟ مع الناس تلقاهم كوني غير او تقلب تقول لي اختي ايمان، انت قلب ديما تلقى اختي ايمان وهي معز الله لحاتكم. مع الناس نقول الباز شي شهر دابا شي شهر دابا ندوش باش نصلي الصباح قدام وليداتي، نط هي جمعت حوايجها وهي تهرب لحد الان، ودرت الشكاية الاولى ما دار معايا مخزن والو، ودرت الشكاية الثانية ما دار معايا مخزن والو، ودابا راه خاطر النيابة العامة وما دار معايا والو. شوف معايا الله يرحم ليكم الوالدين دار معايا شي حل حموشي، الله يرحم لك الوالدين سي حموشي دير معايا شي حل، الله يجعل ربي يجازيك بخير. دابا السيدة دابا ولدات واللي عطا الله عطا ولدات ولدات والولد عنده 2 ونص. ديك الساعة أنت كنتي أنا في الحبس، أنا في الحبس لأن ولدات هي كانت في الحبس ما على باليش، من الآخر خليتها في دارنا بعدها أصلا ما قدرتش تخرج من الدار. هي ملي طلعت نسدت شي 3 أيام ياك راهي شي 3 أيام وهي تهرب، من طلعت عند امي قالت لها انت ريحي ما حالك جيب حالك الدلال طلع توسي دار شنو هذه دار ولا شرف ولا دار. من النهار الثالث فتح الفريقه ديالي ما طلعش دراري ايه النهار الثالث فتح الفريقه ديالي ما طلعش دراري، كدار فيها امي قالت لها انت طلعي البنات طلعي اللي يعجبك، من طلعي البنات طلعي 10 13 20 مرحبا بك البنات، الاولاد ما يطلعوش عندي الاولاد يعني سمعت داك الديكور ما تسقطش ليها. علاش طلعت مع الدراري؟ ما تحاسك شنو علاش؟ نطلع مع الدراري اصلا للبحر وما حالي ما حتى الوالد ما استمع هذا الكلام. فين بلاصتك؟ في يعقوب منصور. في يعقوب منصور؟ يعقوب منصور. انت ولد يعقوب منصور؟ ولد يعقوب منصور بالضبط. ودابا حالي كنسكن بحال الحباس. من بعد فاش خرجتي انت باش اكتشفتي بان السيده عندها علاقه بالصديق ديالك نيت؟ يعني كيفاش اكتشفتي؟ انا اكتشفت بالتليفون. انا التليفون ملي خرجت بعدا ما بغيتش دير تليفون، كان التليفون اللي كان عندنا انا خرجنا على خلاص عامر بروفات ديال ميساجات حبيت تلقيه نطلقو حاسك شي حاجة في الكلام اللي تيقول راه ما فاسق، راه هما أصلا جوج فاسقين عندك خصهم شي حاجة اللي خالطة فيه. من بعد أنت ملي خرجتي من الحبس؟ ملي خرجت من الحبس؟ فترة قليلة تاع شهر لقيتها باقا مكونيكتي معاه، وديك الشهر ماشي زين مشيت لدارنا قلت لها أنت شعور دارنا قالت لا ما خرجتش لداركم نمشي نكريو، هي مقرره باش تتكري باش تبقى مكونيكتيها معاه هو، ملي كان كلو في الربع قالت لي لا نكرو بسلا، علاش نكرو بسلا؟ باش هي ملي نكون انا بسلا تمشي هي عند العاشق. هو فين تيسكنوا هذا؟ ولد الخواص. يعني ولد الرباط. ولد الرباط هو يعني ماشي من هنا. ماشي من هنا ولد الرباط. ولد الحومه هو اصلا ما بيناتناش بزاف، راه انا في دول الكره هو في القواس ما بيناتناش بزاف، معرفه كبيره كاع قديمه. مع الناس ولدت معاه. فتح لي خويا ما نقلبش عليك ما نقدرش نكمل. دابا انت ملي خرجتي
واش درتي شي دعوة دابا؟ درتي كاين من خرج درتي كاين وكيل الملك الاول هاي خرجتي كاين الاول اخويا هاي خرجتي كاين الاول هاي بلاتي الوكيل الملك هاي اسم تاريخ هاي 15/7/2020 شتي كاين الاول ما دار معايا والو شتي كاين الثاني هاي عاود الثاني تاريخ ديال 5/4/2021 وما داروا معايا والو وخرجت النيابة العامة مشيت لبارح المحكمة داروا لي هايا خارج النيابة العامة البوليس ما بغا يديروا معاك والو مال مدار البوليس قالوا لي انا مش ندير شي جريمة باش يعتقلوني انا ما يعتقلوش هما وهاد الحالة كان معايا عبد الله في الحبس لانهم انا صاحبته ديك الوقيتة انت ملي كنت في الحبس كانت كتجي عندك هي شحال خطرة جات لعندك؟ جات عندي كتجي عندي من شهر لشهر كتجي عندي تجي عندك وكتجي عندي وكاينه موظفه بان عندي ادنى بروفات ان انا ما عانمش على الولد حامله به حتى ولداتو وقالت لي امي راه المراه راه حامله قلت لها ما كدبت امي كدبت امي كدبتها قلت لها لا قلت لي كتجي عندك انا كتجي الزياره كتدخل الزياره ما كندخلوش واحد الزياره عليه بحال هكا شوفني ونشوفك كندخل كنلقاها في الطابله لما نخرجوا نخرج احنا الاولين نبقى عمري غنشوف المراه انا كاشا فهمتي مع الناس اللي خرجت قلت لها تسمع الله الزوين قلت لها دير ولد امك حنا نعيشو من حد ديك سبق بعرس العاشق ما عرفش با الدري وكي ما عرفش با الدري مايمكنش تبقى معايا هاد المرا هادي فهمت قلت لها خصني يا خصني نجي من عرفت باه تلقيني وسيري عندو ولاد براس حياتك هادي خودي ولد وعطيني ولد ولا داكشي ديك سبق تيراتي صافي ما بغيتيش قلت له عاد باقا زيدا فيها باغا هو سيري عندو عطيني ولادي بغات يدي تحل واحد الان ما تدنا مشيتي عندهم مشيتي عندهم للدار مشيتي عندهم دارهم انا مشيت عندهم دارهم مؤخرا من نهار الاربعاء مشيت عندهم دارهم بعد نهار الاربعاء بعد الليل مشيت عندهم دارهم جويت خرجت عليا ما السلام دخلت عندها دخلت دخلت باش نتفاهم معاهم حتى كنت فزت هي واحد الكلمه نمر نقول انا قدام امي احسن نقول انا قدام امي واحد الكلمه قال لي سير زين ماشي موش كده باش نوش باش تصير قال لي لا قال لي اني ورجع الشكايه جابت الشكايه ديال وكيل الملك الثانيه ما تسطاش ليها عرفت راه في الحبس ما تسطاش ليها والله عزة ممكن انا السبه راه قلت خرج خوها قلت له راه غادي يخرج من الدار فيها لي ضربني هنا ضربت للراس ضربني للراس انا مشيت معايا دوري هربت اخويا ما ندبش عليك قبل ما عرفت ما عرفت ورجع الشكايه تكلف ان الشكايه عند الوكيل الملك قال لي مشيو الحبس كامل مشيت على الزاز زعما راه هو اللي على الزاز وكاين السبب بان ما عرفش الزاز لا والو انا مشينا للبوليس دار الشكايه دار الشكايه مشينا عند المخزن ما كاين والو دابا ميت عند الواكل وكي ديري معايا شي حل تلقيني تلقي راسك ما بغيتي انت ديري شي حل خلي دابا هو باش باش تسلم مني هاد العاصيق هذا باش هادشي اللي بغيت نفهم انا باش تسلم مني مصدع مصدع عائله كل كتصدع راسي راه ماشي مشكل ما عندي ولاد كل شاب وحدي ماشي موش الجولات ومعيشة بخير كل كنت معيشة شي قهرة أنا شو معيشة معيشة بخير عايشة المعارة بيت الناس الكوزينة الصالة الطواليت بابك بواحد كنت بويت هاد المرأة هاد المرأة حاسك أخوتي ما بغاس والبات لوليخ والبات البرادش والبات الزلالة ومدمينة كتكمل حشيت كتكمل قرقوه بكدير أي حاجة والبات البرادش والبات ما عمر تريح ما عمر تريح دارها ما 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 قبل عليها هادشي ملي كنمشي عند ما كنقول لها هضري مع بنتك انت الام ديالها انت خصك تهضري مع بنتك باش ترجع لدارها المحارة وما قاداش عليها ولا ما قاداش عليها زري عليها راه بنتك هذيك قلت بنتي انا راه نهضر معاها باش ترجع مع راجلها انت هي انت هي باغا حاجتك ما باغا تقول وتجيب لها علاش حيت عندها خوها مريح في الدار عندها خوها ما مريح دابا 300 عام ومريح اللي مصرفتش عليه هي اختو ما كاينش لها تصرف عليه خصها تطرف الباكية يوميا الا ما جابوش الطرف الباكية تيلونا عليهم تيرو وانا بريح وجه مش حاجه مشكله وراضية دابا امك سيري عندها ديري معاها شي حل سيري انت مني ما تهضر معاها تقول لها انت قول لي بنتك دير معاها شي حل ما تخليش انا معلق بطلق نطلقو دابا هي هربانه شربانه انت شنو الحل بغيتي دير معاها دابا اش ما بغا دابا دابا انا المخزن ما دبش عليك خويا كنت باغي ندير واحد اتفاق نطلقها ناخذ ولد ولا تاخذ ولد كنت يقولوا ما درت اتفاق تاع راضي ولا ما عرفتش ما عندناش تبع القانون اخويا طلاق اتفاقي اخر ما ندير مع طلاق اتفاقي باش نديرو شي حل غادي نخرج بحال هكا مع الوالدين هي ما بغاتش
دابا تبعت القانون اخويا، القانون اللي غايدير مع نضربها ما نقمشها ما نضربو، راه في ما ندير مع شنو ندير، الحبس ما قاعد الحبس، ما تخليش الحبس، راه من 41 كندخل الحبس، 46 عام كبرت الحبس، ما كبرتش في دارنا، ما كبرتش في دارنا، انا عندي بوزي، ما كبرتش في دارنا نهائيا، هي مراتي تقول هذا. دابا شكون كتشد؟ كنشد هذا الصريخ التجارة باش نعيش ولادي، انا مزوج اخويا، وماني تحرك في حياتي. راه ما تدخلش في الدشا دومين، الدومين هو التجارة نتبيع الحتيتان به. ودابا ودابا حاليا دابا علي الله ودخلت سوق راسي. دابا شحال شحال من عام وانت دابا؟ دابا راه عندي عامين وربع شهور في الصيف يا خويا. دابا انت عامين وانت عامين ما بغيتش نتعامل. الحمد لله. شنو كدير دابا؟ مريح ما نكذبش عليك، دار ما كيصرفوا عليا يا خويا. حاول دير شي تجاره، بيع شي خضره، بيع عادي. دابا انا في الرباط غندير شي حاجه، ما غاديش نتحول للرباط، راه غندير شي حاجه، ما بقاش مريح هكا. دابا هي اللي معلقاني، جابني نازله باش تبقى معلقاني، زعما ريح وست انا خويا تقام فينا كذب هو. تقمت مع عامين وانا نعس فيه، والله يا ست انا كذبك عامين وانا نعس فيه. من الناس من السحور ربي والعواشر، العواشر هي اللي وكدتني، والله يا ربي والعواشر هما اللي وكدوني، اما السحور تم وقت الناس تستاني عندي فوزي. ما تنوضش منه تنوض منه الله يعطيني الحبس حبس ودعا وكدوني. كتبقى ناعس. تما تما تنوضك السحور اخويا. كتقتل. عرقتها هي واحد ديني السمع وحق الله ربي شاد عليا والعواشر تخرج فيا، عرقتها السمع قالت لي لا مسيرك انت. قال زارتي ولدها في الزندان تتابعينو وانت هي تتحري لي بوزي وربي وردت الوالدين ولد العواش رب مرضي الله كيسخط عليا وحق الله خويا ربي شاد عليا تبدا الدين راه ظلم حد باقي ما يعرف ربي كيسخط عليا علاش حيت انت فضيحة راه قال الفضيحة اللي فضيحة وصحيح اخويا وهذه ما صراحة ما طلعتش ليا انا ولد دارنا وما عندناش حتى شي واحد انا اللي خارج موجودين في دارنا كاملين وفي ربي تابع ليا دابا هي بغاتني نبقى منحرف في الطريق هذا علاش باش تبقى هي منحرف في الطريق اللي فيها هي لان ما بغيتش راه بغات تهرب عاوتاني بغات لها شيخ ما عرفتش اخويا شنو بغات تطلب بنتها هذي شنو تطلب دابا؟ دابا كنطلبها من الحموسي ولا ديروا معايا شي حاجه الله يرحم ليكم الوالدين باش نبقى انا مكتف ما حياتي هنا ما حياتي هنا دابا راه بغيت نرجع للمحاري ما قاطعش بغيت نرجع للمحاري نرجع ولادي نقول المحاري الرباط انا معلم ديروا معايا شي حاجه الله يرحم ربي يحن عليكم الحموسي ما بغيتش ندير شي جريمه اللي غنولي انا غادي معاقب عليها راه المشكل عنده ما دار كان معايا صح في الحبس كان معايا شحال دابا انت عندك هذا المشكل شحال انت مديك لاريفي دابا انا غادا كنكذب عليك خويا راه من شهر هاي راه عندكم من شهر هاي 15/7/2020 راه طول ماشي طول هذا بزاف راه عباد الله ما بغيتش ندير شي حاله اللي ندم عليها انا بغيت ولادي بغيت نعيش مع ولادي عيش كبر تبارك عليا من الحبس بغيت نعيش مع ولادي عايش بولادي بارك عليا هي تبغاتني ندير شي مونتي ولا نمشي انا للحبس وهي تبقى بخاطرها الله يرحم ليكم الوالدين ندير نشوف معاها بزاف راه دار الله راه دار الله ولا تا دار الله بالله